ومن أخطاء الأزواج قلة الشكر والتجديع للزوجة، فكما أن من الأزواج من يكثر انتقاد الزوجة ولومها إذا هي أخطأت أي خطأ، فكذلك تجد من هؤلاء من لا يشكر زوجته إذا هي أحسنت ولا يشجعها إذا قامت بالعمل كما ينبغي. فقد تقوم الزوجة بإعداد الطعام الذي يلذ الزوج، وقد ترفع رأسه إذا قدم عليه ضيوف، وقد تقوم على رعاية الأولاد خير قيام، وقد تظهر أمامه بأبهى حلة وأجمل منظر، وقد ومع ذلك لا تكاد تظفر منه بكلمة شكر أو ابتسامة رضا أو نظرة عطف وحنان، فضلا عن الهدية والإكرام. ولا ريب أن ذلك ضرب من ضروب الكزازة والغلظة، ونوع من أنواع اللؤم والبخل. وقد يلتمس الزوج لنفسه العذر بأنه يخشى من تعالي الزوجة وغرورها إذا هو شكرها أو أثنى عليه، وهذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه. فعلى الزوج ألا يبخل بما فيه سعادته وسعادة زوجته، وعليه ألا يهمل اللفتات اليسيرة من هذا القبيل، فإن لها شأنا جليلا وتأثيرا بالغا. فماذا يضيرك إذا أثنيت على زوجتك بتجملها وحسن تدبيرها؟ وماذا ستخسر إذا شكرتها على وجبة أعدتها للضيفان، أو ذكرت لها امتنانك لرعايتها وخدمتها لبيتك وأولادك، وإن كان ذلك من اختصاصها، وإن كانت لا تقدمه إلا على سبيل الواجب؟ فماذا يضيرك وماذا ستخسر إن أنت فعلت ذلك؟ إن ذلك من قبيل الكلمة الطيبة التي تؤكد أسباب المودة والرحمة. إن الزوجة إذا وجدت ذلك من زوجها ستسعد وتشعر بالنشاط والتدفع لخدمته والمسارعة إلى مراضيه لما تلقاه منه من حنان وعطف وتقدير. وإذا أصبح قلبها مترعا بهذه المعاني عاشت معه آمنة مطمئنة، وعاد ذلك على الزوج بالأنس والمسرات.